كنت قبل كده واحد صاحبي بيكلمني ويقول لي هو انت بتشتغل ايه؟ قلت له انا بدرس لايتنج. قال لي كهربائي يعني؟ قلت له لا، ده انا بدرس اهم حاجه ليها علاقه بالصوره. قال لي ايه؟ قلت له الاضاءه. قال لي هو الاضاءه محتاجه تدريس؟ عادي، يفتح النور اقفل النور وصور الصوره والدنيا حلوه. غلبان ما يعرفش الدنيا عندنا كمصورين عامله ازاي. هو احنا ليه بنحتاج الاضاءه؟ السؤال ده عامل زي السؤال بتاع ليه زمان ما سبتناش ابريه. سؤالين مهمين جدا وجديين محتاجين ان احنا نعرفهم، بس يمكن الاولاني مهم جدا بالنسبه لنا لان احنا فوتوجرافرز وعارفين قيمه الاضاءه. كان عندي مشكله زمان قوي وهي فكره الاضاءه، كنت بحس ان هو بعبع كبير قوي لان انا ما بقدرش اكنترول عليه بالشكل اللازم، وحتى ما كنتش عارف هو احنا ليه بنحتاج اضاءه، وليه المصورين البروفيشنال لما كانوا بينزلوا يصوروا معاهم معدات ومعاهم حاجات كتير قوي وواحد واقف ماسك حاجات، هو الراجل ده ليه عامل الكلام ده كله؟ ما انا بظبط عندي الكاميرا على اوتو واصور. الموضوع مختلف تماما. خلينا نسأل نفسنا هو احنا ليه بنحتاج إضاءة؟ هنلاقي كذا إجابة. أول إجابة هنلاقيها هو إن كل ما كان عندي الإضاءة بتاعت الصورة كافية كل ما كان عندي جودة الصورة أعلى. فاكر لما صورت صورة بموبايلك الصبح وجيت صور نفس الصورة دي في نفس المكان بالليل ولقيت جودة الصورة اختلفت؟ لأن الصورة مش شبعانة إضاءة. وهنا لازم يبقى معاك إضاءة أو لازم تستخدم الإضاءة بشكل صح. يبقى أول حاجة عشان أحصل على كواليتي عالي من الصورة. تاني حاجة عشان أحصل على مودز معينة في الصورة ما كنتش بقدر أحصل عليها من غير إضاءة. يعني مثلا لو أنت فاكر المشاهد بتاعة السينما بتاعة محمود حميدة وهو واقف بيفكر كده، لازم تكون الإضاءة جاية بشكل دراماتيك شوية عشان تقدر توصل لك المعنى اللي أنت عايزه. وهنا نقدر نقول إن الإضاءة بتخلق مودز مختلفة عن الفلات لايت أو السوفت لايت اللي هو منور الصورة كلها. يبقى هنا احنا محتاجين اضاءه. تالت حاجه احنا بنحتاج الاضاءه عشان نخلي اجسام معينه ظاهره في الصوره مختلفه عن اجسام تانية. يعني مثلا لو انا عندي حاجات كتير قوي وعايز ابين لك حاجه واحده منهم، ممكن العب في الموضوع ده عن طريق الفوكس، ممكن العب عن طريق العزل اللوني، ولكن مهم جدا لو انا قدرت العب بالاضاءه بحيث ان المكان كله يبقى مظلم وده بس يبقى منور، يبقى انا هنا استخدمت الاضاءه بتاعتي في ان انا حددت او خليت شخص معين او جزء معين من الصوره هو اللي ظاهر عن الباقي. ودي حاجة مهمة جدا لو انت استخدمتها هتطلع صور بشكل احترافي. ليه تاني بحتاج الإضاءة؟ الإضاءة عموما بشكل عام هي أساس الصورة، لأن الكاميرا من غير الإضاءة ملهاش لازمة. فلو انت قفلت النور أو انت بتصور في مكان والمكان ده ضلم عليك فجأة، مهما عملت بالكاميرا بس مش هتقدر انت تصور. فهنا لازم يكون معاك اكسترنال لايت، وده بيبقى حاجة مهمة جدا بالنسبة للمصور لأن هو أول ما يحتاج إضاءة يطلع الإضاءة ويبدأ يشتغل. وبكده يبقى احنا عرفنا بعض الأسباب اللي بتخليني أحتاج إضاءة، وأظن إن هم أسباب كافية جدا عشان تخليك تدرس إضاءة أو عشان تخليك تقدر تركز قوي في موضوع الإضاءة عشان تطلع صور مختلفة. أتمنى أكون فدتكم النهاردة، واستنونا في فيديوهات جاية من كايرو فوتوغرافي كلاب.